عم يعيش العالم وتطور التكنولوجي باستخدام الأجهزة والتقنيات الرقمية، وعلى اتساع عالم التكنولوجيا إلى أنه لا يتسع للجميع، فمن المفارقات أن الذكور بيتفوقوا على الإناث في لحاق بركب التكنولوجيا، فشهدنا العديد من النساء ما بيمتلكوا المهارات لاستخدام هي المواقع وأكيد ما عندهم قدرة على قيادتها. وأكيد هي التأثيرات السلبية تعدد كونها متعلقة بالنساء أو أنه هي أداة لاستخدام هي الطرق اكتساب العيش وإعانة أسرهم كمان. ففريق أفلاتيك كان جاهز لهي الفكرة وحاول يطورها، حاول يساعد السيدات للتخلص من الجهل التكنولوجي. أكيد بيسعدنا مشاهدينا رحب بتالا الشقيري وممدوح الطباع، عضوين في فريق أفلاتيك. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. أهلا وسهلا فيكم. بداية خلينا نحكي مع تالا ونسألك عن اسم الفريق وشو بيقدم. اسم الفريق هو اسم أفلاتيك، جاي من كلمتين. كلمة أفلا جاي من أفلاتين، هو اسم برنامج تدريبي اجتمع أعضاء الفريق من خلاله. هو برنامج تدريبي بيهتم بأنه يبني الأفراد والفرق من الناحية الاجتماعية والمالية. مدته هي سنة، بعد هاي السنة نحن طلعنا بهاي المبادرة، شفنا لمسنا الحاجات، طلعنا بهاي المبادرة فلقيت نتائج منيحة الحمد لله. حلو كتير. أكيد هلأ نحن نحكي عن المبادرة طبعا. أكثر أو القسم الثاني هو تك، جاي من القسم التكنولوجي تكنولوجيا اللي هو بحبه معظم أعضاء الفريق. حلو كتير. تمام. هلأ ممدوح بدنا نعرف عن الانطلاقة، أيمت بلشت، كيف شفتوا أنه في حاجة من المجتمع لهي المبادرة لحتى بدأتوا فيها؟ بدأنا من 3 سنين تماما، مع نهايات 2017 بدايات 2018 تماما مثل ما ذكرت تالا بانه نحن كنا ببرنامج التربيه الماليه والاجتماعيه افلاتين. التقينا كلنا ولقينا بعدين في شغف بيجمعنا اللي هو محبتنا للتكنولوجيا، وبعدين انتقلنا لنكون نحن عم نحس بهذا الشيء ضمن المجتمع وعند السيدات من خلال اسئلتهم المتكرره، من خلال مشاهداتنا اليوميه والشيء اللي نحن عم نشوفه على ارض الواقع. فقلنا انه ليش ما نحن نكون عم نعمل شيء عن جد هو يكون عم يفيد البيئه المحليه اللي نحن قاعدين فيها. فانتقلنا عن جد لنبلش نخطط لهذا الشيء ونشبك وهيك نعمل كثير اشياء. حلو كثير. طب الفئه المستهدفه اليوم تالا هي السيدات، هل هن عن جد بحاجه اكثر من غيرهم لحتى يواكبوا التكنولوجيا والتطور اليومي اللي عم بيصير؟ تمام. هلا نحن حددنا الشريحه المستهدفه حسب استبيانات، حسب نحن عملنا استبيان قبل ما نبلش المبادره، فحسب هي النتائج لقينا انه الشريحه المستهدفه هي السيدات، هي بحاجه اكثر للمعرفه بالتكنولوجيا، لانه هن يعني مثل ما بقول انه هي الشريحه اللي مغطايه، يعني ما فيها انه بالناحيه التكنولوجيه هي يعني مظلومه شوي تواكب تماما. فيعني هي يعني توجهنا لهي الشريحه كرمال نحن نغطي هي الحاجات للسيدات انه يحلوا مشاكلهم بايدهم ويتجنبوا المخاطر الثانيه بالتكنولوجيا. تمام. هلا ممدوح حكينا بالعموم عن الخطط يلي حطيتوها، بدنا نحكي هلا عن محتوى هي الدورات يلي اشتغلتوها وعن تاثيرها على المجتمع. تمام. مثل ما ذكرت تالا انه نحن كنا باثناء فتره الدراسه استهدفنا 700 سيده من خلال استبيان ومقابلات وبحث سواء كان على وسائل التواصل او بشكل مباشر. فارتقينا انه نحن في حاجه عند السيدات ليكونوا عم يتعرفوا على 3 محاور اساسيه اللي هي كمبيوتر، موبايل، انترنت، ليكونوا هنا عم يتعرفوا على كيف هنا ممكن ينزلوا برنامج، شو هي ادوات الحمايه، كيف ممكن هن يكتسبوا المعرفه التقنيه من وسائل امنه، ويتجنبوا المواقف اليوميه التقنيه او المشاكل التقنيه اليوميه اللي نحن ممكن نعيشها باي لحظه. تمام. سواء ليكونوا عم بيوصلوا لمرحله يكونوا عم بيفيدوا عائلاتهم اطفالهم، او لمرحله يكونوا هن عم بيحققوا مصدر دخل وتحسن وظيفي ينقلهم لمرحله ثانيه. حلو كتير. طب اليوم التكنولوجيا بتضايق البعض، ويعني في عالم ما بترغبها واكثرهم السيدات او الكبار بالعمر، يعني بيحاولوا يبعدوا عنهم، بيحاولوا اولادهم او اصدقائهم هن اللي يتصرفوا. طب خبرينا اليوم الاثر يلي عم تلاقيه وتفاعل السيدات مع هي الدورات كيف عم بيكون؟ هل هو مرضي فعليا؟ هلا من لاحظنا هذا الشيء انه هو تفاعلهم كتير عالي من الدوره الاولى، يعني نحن حتى بقلب الجلسات لاحظنا انه مثلا بنعمل هيك يعني فيدباك صغيره كل جلسه، بنشوف انه هن كثير مبسوطين بالمعلومات اللي عم ياخذوها، وهن عن جد يعني عم يلاقوا استفاده من المعلومات، يعني
عم يقدروا يحلوا مشاكلهم اليومية كتير. بألفزهم. طب هنا عم ينقلوا هاي المعرفة لأطفالهم؟ أكيد في منهم في عندهم أطفال. أكيد أكيد. إحنا مثلا مشاركونا أحيانا هالمواقف إنه هن مثلا نواجهت بنتها مثلا مشكلة فهي حلت لها، فهي مبسوطة بهالقصة كتير. حلو كتير، هي صارت تحل مشاكل لبنتها. تماما. انتقلوا لمرحلة تانية إنه يكونوا عم يعرفوا تماما، انه يعني واحدة من الفيدباكات اللذيذة اللي سمعنا انه هي القصة اللي كنتوا تعملوها وتقولوا لنا انه هي قصة عظيمة، طلعت تاكل 10 دقائق او طلعت شغلة كثير بسيطة، صارت قيادية يعني كمان. تماما عم تلاقي مكانتها وقدرانة تواكب وتجاري الحديث اللي هي عم تسمعه يوميا. تمام. هلا حكيتوا لنا بالبداية عن أفلاتين وعن أفلاتك، نحن بنعرف دائما انتم بتشبكوا مع المنظمات والهيئات ككل، يعني ما بتعتمدوا فقط على الكوادر، هي حلو يعني كمان فيها شيء مكتسب من الآخر، بنحكي ممدوحة عن الشراكات يلي ساويتوها. بالنسبة لنا يعني عنصر أساسي ودعم أساسي كان الشراكات يلي هي عن جد دفشتنا خطوة لقدام، سواء كان نحن كفرق شبابية اليوم كنا محتضنين من قبل مؤسسة حياة وعم نشتغل نحن بدعم من عدة جمعيات ومؤسسات ومنظمات تانية، كانت هي عن جد الدعم الأساسي، سواء كان كمعرفة لتنقلنا الاحتياجات اللي موجودة حواليها أو اللي بتسمع عنا أو الفرص أو غيره من القدرات التانية اللي عم تبني فيها الفريق. فكان لنا فرصة لنشبك مع أكثر من جمعية ونوصل لأماكن متعددة ضمن دمشق وريف دمشق بدوراتنا من 2018 لحد الآن. خلال الفترة الأخيرة تم تكريمنا بال 2018 كوحدة من أكثر المبادرات تحقيقا أهداف التنمية المستدامة، وحاليا بال 2020 كنا كوحدة من المبادرات يلي هي كانت مشاركة بدعم UN 75 يلي هي الحملة الأساسية لليو إن. تمام حلو كتير. طب تعالى قديش عم تلاقي انه في نساء اليوم حابة تشارك معكم؟ يعني اكيد في لكم صفحة على الفيسبوك، واللي مو شارك اللي ما شارك عفوا بيقدر يحكي عن هاي المشاركة ويعني عنده الرغبة انه هو يشارك، فخبرينا قديش في نسبة اليوم اقبال. هلأ نحن وقت بننشر الاستبيان فمنلاقي انه السيدات بحاجه انه يعني هن يعني عم يقبلوا على هالدوره لان هن بحاجه للمعلومات هاي، فهن الكميات السيدات عم تكتر كل ما يعني انه نحن عم كل ما نحن عم ننتشر اكثر وكل ما عم تكتر الكميه، فيعني هذا الشيء ايجابي. حلو كتير. طب خلينا نحكي عن أثر الكورونا، بدنا نقول إنه الفترة اللي مرقت والفترة اللي كانت موجودة كتير صعبت أعمال كانت ممكن تكون موجودة على الأرض، فخبرينا شو عملتوا حيال هذا الموضوع؟ هلا وقت بلش الحجر الصحي هلا أكيد أثر سلبا إنه نحن ما عاد قدرنا نساوي الدورات، بس هذا الشيء كمان أثر إيجابا إلنا لأنه صارت العالم عندها أهمية وعي بالأهمية التكنولوجيا، صارت تشتغل من وراء الشاشات تنجز نشاطاتها وراء الشاشات، ونحن حتى كمان كفريق صرنا نخطط ونشتغل على المبادرة أكثر حتى من أونلاين، ونتواصل مع السيدات حتى أونلاين يعني نتواصل معهم. هذا الشيء يمكن جبر السيدات انه هن يعني يستخدموا التكنولوجيا اكثر ويتعرضوا لها اكثر. هي تطبيق عملي كان مباشر على الشيء اللي عم تعلمون اياه. ممدوح هلا قبل ما نختم اكيد انتم دائما عندكم شيء متجدد، عندكم مشاريع مستقبليه، حابين هيك ناخذ لو رؤيه بسيطه عن مشاريعكم بالمستقبل. تمام. مثل ما ذكرنا انه من خلال الرحله اللي كانت هي سابقه والشركاء اليوم صار عندنا وعي اكثر ومعرفه اكثر باحتياجات ثانيه بالمجتمع، واستنتجنا انه الاحتياج التقني هو ما وقف بس عند السيدات، في شرائح ثانيه هي عن جد بحاجه شيء تقني اخلاقي هدف يكون عم يجي. فهلا نحن حاليا بصدد اطلاق مشروع كلكت لنكون عم ندعم صانعي المحتوى الشباب. حلو. ليوصلوا عن جد لمحتوى تقني هادف واخلاقي يكون، فحندعمهم بكل التقنيات والأمور بشراكتنا مع ألم وريشة اللي هنا كمان مبادرة تانية بتشتغل مثلنا بشكل كتير جميل. حلو كتير. يعطيكم ألف عافية ويخليكم يا رب بهاي الهمة والابتسامة المشرقة اللي بتعطي أمل وتفاؤل لكل الشباب ولكل السيدات أيضا اللي مفكر أنه هي راحت عليهم. لا أكيد أكيد ما راح شيء، كل الشكر لكم. شكرا كثير لوجودكم معنا من فريق أفلاتك، تالا الشقيري وممدوح الطبع، نتمنى لكم التوفيق لكم ولكل الفريق.